اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. استاذ جمال برضو او استاذ عبد الحكيم ابدا مع حضرتك. مش احنا اتكلمنا الدوري الجديد ان شاء الله هينطلق يوم 16 اكتوبر، هل من الممكن ان الدوري ده ينتهي فعلا في يونيو القادم اللي هو يعني يونيو 23؟ يعني على حسب الجلسه اللي المفترض انها تتعمل ما بين رابطه الانديه وممثلي الانديه اللي هيكون فيها طرح اللي اتكلموا فيه ان هو يكون الدوري من دور واحد وبعد كده ناخد الثمانيه الاوائل يبقى اعملوا دوري من مجموعه واحده بحيث على اللي هم اللي هياخدوا البطوله والكلام ده كله، والثمانيه التانيين ينافسوا على الهبوط. لو الكلام ده تم هيخلص اللي فوق هينافسوا على المربع واللي تحت ينافسوا على الثلاثه الهبوط، على الثلاثه اللي هيهبطوا، انك تلعب دور اول بحيث ان تبقى اجمالي المباريات اللي تلعب 25 مباراه لكل فريق في البطوله. لو الكلام ده تم تخلص طبعا في شهر 5 مرتاح جدا، بدل 36 بدل 34 34 انا اسف. يعني تلعب دور واحد 17 مباراه، دور كامل بين كل الانديه. تلعبوا فين بقى؟ هنا وقتها هتبقى نظام قرعه على ما اعتقد، يعني ما نفس الموضوع. انت لما تيجي تلعب الثمانيه اللي فوق برضه هتبقى نظام قرعه نفس الموضوع ده. لو ده مقترح من ضمن المقترحات اللي هي هتتعرض على الانديه في الجلسه اللي هتكون برابطه الانديه وممثلي الانديه دي عشان يحددوا شكل الدوري الموسم اللي جاي. لان الدنيا صعبه. وبالمناسبه الاستاذ محمود كان قال الجزئيه بتاعه اللي هي اللائحه لحمايه الحكام، من المفترض زي ما قال الاستاذ محمود يعني اقتراح ده كويس جدا ان هم ياخدوا الراجل ده من كلاتبيرج اللائحه زي كده لحمايه الحكام وتتعرض برضه على نادي لائحه الدوري الانجليزي الاقوى الحقيقه. هم الخمسه الكبار بس الانجليزيه الاقوى وتتعرض برضه بحيث انها تاخد تصديق من الانديه قبل بدايه الموسم. قبل بدايه الموسم لو انت عايز تعمل حاجه زي كده تحمل حكام، صح، فكره حلوه جدا، صح، تاخدها ومن ضمن في الجلسه دي لان دي اشبه بجمعيه عموميه للدوري صح. وتعتمدها دي هتبقى 10 على 10 وهتبقى انت كده حميت الحكام وعملت موسم. وانا اعتقد ان احنا زي ما حمينا او زي ما الناس دعمت فكره رابطه الانديه تمام الموسم الاول برغم مثلا السلبيات اللي فيه، بس كانت بدايه تجربه كويسه. اعتقد ان المفروض الناس تحاول تنجح تجربه لاول مره بتحصل في الدوري ان يبقى في خبير اجنبي ملوش انتماء ملوش توجه ملوش حسابات مع حد. اعتقد الناس لازم تدعم التجربه دي بغض النظر عن المجموعه اللي هتحارب اللي هم معروفين 4 أو 5 اسماء. يعني